بتعود على اللايف ريكوردينج دي شوية، فمش ضروري تتفرج عليه كله عشان هتبقى ايه، انا بقعد اعمل اختبارات مع نفسي مع الصفحة الجديدة. لما ابتديت معاكم كنت متعودة ان انا دايما احط افكاري على الانترنت في بحر الانترنت وارميها كده واشوف هي هتروح فين، ما تيجي منين، مفيش تخطيط معين. دلوقتي نفس الشيء، صفحتي اتقفلت، يعني ماي إلك اتقفلت وبقت في ماي خار سيتي، KHARSITY again، ماي MAY KHARSITY. فبحطها وما زلت اي حاجه هحط تفكيري هنا واستمر، مفيش حاجه هتخلي الواحد ما يستمرش. That's a point for you. يعني لو انت احبطت او حلمك اتسرق او الناس بتاخد حاجتك، الحاجات الكتيره اللي انتوا بتمروا بيها في مصر، انا من ردود فعلكم على الانستغرام عماله اتفرج على انتوا حاسين بايه وردوكوا فعل ايه، ردود فعلكم على اللي بيحصل، متضايقين مش حال انتي لو في مصر بقى وحلمنا اتاخد وشغلنا اتاخد والقرف اتاخد، اديكي شفتي المصريين بيعملوا ايه، اديكي مش عارفه ايه. عادي جدا، ولا الهوى ولا هتضايق. الواحد لو عنده حاجه بجد مصمم عليها هيلاقي طريق من يمين ومن شمال، وفي الاول وفي الاخر يكون بيتكل على ربنا ونيته صافيه. عشان لو انت حلمك مادي او في استغلال او انتهاز او الحاجات المغزى الشمال دي مش بتوصل. لكن سبحان الله اللي حصل في ماي إلك، الانتشار الغريب اللي كان انتشرته في فترة صغيرة، واي انا واخده منها ايه؟ ولا واخده نكله. اكشلي ما بنامش في كنتو من امتى وانا عندي دول ما بيقوليش والمصحف، بس عشان خاطر ده بعتبره شغل. ربنا رزق الواحد هنا في امريكا بعلم وحريه وحريه الفكر وحريه التعبير والكلام ده كله، والموت ما بيستاذنش. فايه المشكله ان انا احاول اساعد وافيد ولاد بلدي في حاجات صغننه اتعلمتها يمكن يحسوا بحاجه احسن. والحمد لله لقيت كده فعلا. كميه المكالمات والردود الفعل، لا وعايزينك تكملي، واحنا خسينا، ده احنا صلينا، ده احنا اتاثرنا، ده احنا كذا، because maybe فعلا اللي طالع من القلب بيوصل للقلب، واللي بيبقى طالع من اللسان ما بيعديش على الودن. alright، فده اسلوب حياتي واسلوب تفكيري، والحمد لله هو ده اللي نجح الواحد هنا، وهو ده اللي بحاول اوصله لكم عشان خاطر تطلعوا من المحنه النفسيه اللي انتوا فيها. لان انتوا كشباب مصري بتمروا بمحنه نفسيه صعبه، بتمروا باحباط وبتمروا بخوف وبتمروا بعقد وحاجات الصغننه اللي انا كنت بقعد اتكلم فيها في الفيديوهات الكتير. في عندي يوتيوب بيج اسمها ماي إلك، MAYELK، والصفحه دي اللي هي ماي خرسيتي، KHARSITY. هقعد احط عليها افكاري، احط افكاري على الانستغرام may.elk may.elk، كله من هنا على من هنا، زي بصوا هطلع لكم زي العفريت العلبه كده، ما زهقش ومش هبطل ومهما حصل مش حصل. وفي نفس الوقت حد كان بيقول لي انت فاكره ان البوليس ولا الجوفرمنت هتعمل لك حاجه؟ طبعا هتعمل لي، ما تعمليش ليه؟ انا الحمد لله امريكيه الجنسيه وعملت ريبورت مع الاف بي اي. افرض الشخصيه اللي خدت حاجتي دي بعد الشر هتاذي حد ولا هتاخد معلومات وهتعمل حاجه وحشه، نعمل احنا ساعتها؟ نقعد ساكتين كده؟ لا، الحكومه مش هتعمل. والحكومه المصريه في ساعتها كلمتهم قالوا لي مخابرات الانترنت وبابايا معاه توكيل في مصر وهيروح يجيبوهم، نفشخوهم يعني من المغزه في الاخر. ما تسكتش على حقك مهما كان صغنن. صفحه صغيره وانت خدت دراعي، دي صفحه، لكن هتسكت على حقك هتيأس، هتحبط، هتحاول تنجح، يحاول يوقفوك. مش هو ده الاتيتيود اللي انا عايزاه منكم؟ عايزاكم انتوا تبقوا اقوى من كده. والحمد لله انا بقوى طبعا بكرم ربنا ورحمه ربنا، ما ماليش دعوه بيها خالص، مجرد اني بسعى وبيكم. alright so I'm gonna keep recording، هفضل اعمل حاجات دي لايف ايا كان بقى مين اللي هيشوفها دلوقتي هيشوفها بعدين. الصفحه الجديده دي هتبقى شويه لايف، يعني متضايقه جدا انا ماسكه التليفون، انا عايزه احطه كده واقعد اتحرك بايديا ورجليا واعمل الحركات اللي بعملها دي، حاسه انا مقيده دلوقتي، بس I'm gonna figure out a way to do it. okay، سلام.